الأستاذ بسام الشماع، المرشد السياحي وعضو اتحاد الكتاب. أهلا بيك وصباح الخير. صباح نور، واهلا بيكم واهلا بمصر العظيمة وتاريخها العظيم. عاملين النهاردة دعوة مفتوحة سياحة داخلية كده، نخرج ونتفسح ولكن أونلاين. متهيألي برضو ليها ميزة جميلة وليها إيجابيات حلوة قوي، إن احنا نزور أماكن متعددة واحنا قاعدين في مكاننا. بالظبط كده، وكمان بتاخدي تفاصيل، يعني من الممكن جدا ان انا ازور معبد او ازور اثر معين او ازور مكان معين ويبقى التفصيله بتاعه المعبد. طبعا زياره المكان مهمه والاحساس البشري مهم، ولكن ايضا زي ما حضرتك بتقولي ممكن اعرف التفصيله اللي في السقف اللي فوق ديت، كلمه الهيروغليفيه اللي انا عايز اطلع تفاصيل، رسمه البومه ذات الريش اللي الفنان المصري عملها مثلا بحرف الميم في الهيروغليف. يعني قصدي اقول لك ممكن تشوفي هذه التفاصيل الدقيقه عن طريق النت او عن طريق التصوير لما يبقى الكواليتي او الكفاءه بتاعت التصوير عاليه، وبالتالي استطيع ان انا اشرح لك بقى كمرشد سياحي على النت هذه التفاصيل اللي على فكره بتفرق بتفرق بتفرق. انا كراجل كمرشد سياحي ايه الفرق ما بين خلاص سايح داخل معبد معاه كتاب، كل الكتب على عيني وراسي من فوق، احنا اتعلمنا من الكتب اتعلمنا من اساتذتنا، لكن برضو العامل البشري وعامل المفاجاه وعامل ان انا ممكن مرشد ياخدك في المنظر ده مرشد تاني يعتقد ان المنظر التاني مهم برضو لازم تشوفه، هذه الفرايتي او هذا الاختلاف او هذا التباين، كل ده بيضيف الى الاثاره في الزياره. لما كانوا السياح الاجانب يقولوا لنا انتوا بقالكم قد ايه بتشتغلوا، يسالوني كده انت بقالك قد ايه بتشتغلوا، مثلا بقالي 15 20 سنه، يقولوا لي انت متحمس كانك شغال لسه، يعني لسه بادئ الشغل امبارح، ايه الحكايه؟ اقول لهم لان احنا بنحرص على ده، بنحرص تملي على ان تاريخنا ما نقعدش نعيد ونزيد في نفس الكلام، او من كتر ما احنا مثارين لهذا التاريخ وبنحبه بشكل دقيق جدا وبشكل صحيح بالمناسبه. يعني ممكن جدا كتاب يكون انت مش عارف مين اللي كاتبه او مقال على النت انت مش عارف مين، فممكن تسال على النت، يعني وانت على الهوا كده مع المرشد او مع الرحله ذات نفسها اللي حضرتك بتقترحيها دي، ممكن يقول لك استنى هو انت مش بتقول رمسيس الثاني ده كذا كذا، هو ده بقى فلان الفلاني اللي مش عارفين عنه، فانت راح انت مصححه. اقول له لا، المقاله اللي انت قريتها دي غلط، الهرم بيولع لمط، لا يا عم الكلام ده مش مظبوط، ده تبع الهبدولوجي، ده العلم الجديد اللي على النت ده اللي اسمه اللي احنا سميناه الهبدولوجي، اللي هو يا عم الهرم عظيم ومعمار عظيم وشغل بني ادمين، لا شغل ناس نزلت من فوق ولا بيولع نور ولا بيولع كهرباء وهكذا. طب احنا النهاردة عايزين نعمل سياحة داخلية، عايزين نتفسح معاك، حضرتك هتودينا فين؟ اونلاين. طيب ايه رأيكم اخدكم لمكان جميل جدا في سيناء، على تل كده، معبد اسمه سرابيط الخادم. المكان ده مهم جدا ليه؟ لان انت ممكن تزور سيناء وتزور الشواطئ الجميلة بتاعت سيناء وتقرأ طبعا عن تاريخ العسكري العظيم، وفي نفس الوقت تعرف ان في سيناء فيها معبد هام جدا جدا به اثار للمعبوده الاسطوريه الشهيره حتحر. حتحر دي يا فندم دي اللي احنا بنسميها دلوقتي حتحور. حتحر دي كانت معبوده الجمال، معبوده المراه، الغناء، الانشاد، الحب، معبوده بص اللي جاي دي بقى التركواز في سيناء، يعني كانت ربه سيناء الاسطوريه في مصر القديمه، عشان كده المعبد اتعمل لها هناك كمان من ضمن معابدها. فبالتالي لما تيجي تقري على اللقب بتاعها في سيناء او عن سيناء تقري انها اسمها كانت ايه؟ ان انت تقري تشوفي كلمه مفكات، مفكات بالهيروغليف يعني الفيروز او التركواز. فلو هي نبت مفكات، نبت يعني ربه. فهي لو نبت مفكات هتبقى ربه التركواز. وهو لو تا مفكات تا يعني ارض، يبقى ارض التركواز. يبقى اذا كلمه ارض الفيروز اللي احنا بنستخدمها لغايه دلوقتي عن شبه جزيره سيناء المصريه العزيزه اللي داينا كلنا على قلوبنا كلنا، فده معناها ان التسميه دي موجوده من الاف السنين لما كانت متسميه علشان المصري القديم كان بيروح يجيب التركواز الفيروز من سيناء، وكان عظيم جدا في وانه يطلع التركواز من الاماكن اللي موجوده في سيناء، وده يدل على انه كان راجل بتاع مناجم وراجل بتاع اكتشاف صحراء ودراسة صخور ودراسة علم جيولوجيا. يعني تملي نتكلم عن مصر القديمة على انه الفلك والطب والمعمار والهندسة وحساب المثلثات، تمام رائع، لكن ما بنسمعش عنه وهو راجل بتاع معادن، راجل بتاع تنقيب، راجل بتاع جيولوجيا، راجل بتاع طبقات الارض. الحاجات دي كلها ممكن تدرسيها عبر شرحنا لعلاقة سيناء بمصر القديمة ومعبد سرابيط الخادم وغيره من المناجم. ايضا اول طريق عسكري اسمه الدرب اللي بعد كده اتسمى درب حورس
او طريق حورس العسكري. فكره ان انت يبقى عندك درب يمشي فيه صحراء صخريه ورمليه لجيش، دي كانت فكره المصري القديم، وده معناه ان هو كان متطور جدا في الاستراتيجيات العسكريه لحمايه البلاد. والضربات الاستباقيه، على فكره كلمه الضربات الاستباقيه دي حصلت في مصر القديمه. الملك الشهير القائد العسكري الشهير جحيتمس الثالث اللي احنا نسميه تحتمس الثالث، وبالمناسبه فرصه كويسه واحنا بنعمل الرحلات الارشاديه عبر زياره الاماكن عبر النت، برضه هنصحح يا استاذه منال، نصحح حاجات. يعني تحتمس دي عايزين بجد نبطلها، فيش تحتمس في الهيروغليف يا جدعان. امال ايه؟ يبقى هو اسمه جحيتمس، اللي هو جحيت ده كان معبود للحكمة. فبالتالي لما انت تقول تحتمس يبقى انت كده ما بتقولش اي حاجة من المعنى الهيروغليفي بتاع اسم الراجل. والراجل ده راجل عظيم، راجل ده قاد الجيش المصري ل 17 معركة عسكرية ما خسرش ولا معركة. الجيش المصري انتصر في 17 معركة عسكرية موثقة، يعني لما تروحوا معابد الكرنك شوف الراجل ده موثق. فبالتالي لما طلع ضرب الاعداء بتوع مصر اللي كانوا محضرين نفسهم في اسيا، لا ده طلع لهم بره بقى وراح عبر سيناء وطلع فوق على اسيا وراح عامل لهم الضربه الاستباقيه في معركه هي الاشهر في تاريخنا اسمها معركه مجدو، ودي معركه بتتذاكر وبتتدرس واستخدمها قوات عسكريين بعد كده. يعني جميلة طبعا محافظة سيناء شمال وجنوب، وفيها محميات طبيعية وفيها جبال وفيها شواطئ وفيها ألوان كده جميلة بتجذب أي حد ممكن يشوفها، وده موجود أونلاين أي حد عايز يفتح ويتابع ويشوف. فرصة كويسة قوي يا جماعة إن احنا نتفرج على الأماكن الجميلة. معاك بحتة البيئة دي مهمة قوي اللي حضرتك ذكرتها دي، انت دوست على الزرار المهم. معلش في 30 ثانية كده هقولك سياحة مشاهدة الطيور. وخدي بال حضرتك السياحه دي موجوده في مصر بس برضه مش مشهوره قوي. واحنا لدينا مرشده سياحيه من سنين زميلتنا كانت متخصصه في هذا النوع، وكان يجي لها مجاميع معينه سياحيه من الخارج عشان يشاهدوا الطيور. وانت عندك اماكن في مصر مش عايز اقول لك هيفن اوف بيرز، يعني الاماكن اللي هي هتجذب اي انسان من محبي مشاهده الطيور. ومشاهده الطيور دي على فكره هوبي او هوايه موجوده في الغرب بشكل كبير جدا، لدرجه انا مره سايح اجنبي واحنا في بني حسن في المنيا، كنا طالعين الجبل علشان نشوف المقابر بتاعه بني حسن. كنا معديين على ارض زراعيه وكان بيكلمني على قد ايه راحوا لما عرفوا ان في هدهد في بريطانيا ظهر في الغابات. هدهد طائر، هدهد واحد ظهر في الغابات، اخذوا الاجهزه واخذوا المناظير واخذوا العدسات وطلعوا على الغابه وبداوا يقعدوا في الغابه ويبحثوا عن الهدهد لمجرد انهم عايزين يشاهدوا الهدهد. وهو بيتكلم معايا ثلاث هداهد كان قدام رجلينا كده ماشيين جنبينا كده في المزارع بتاعت بني حسن. الراجل كان يوم معانا كده بالظبط كده. لا احنا عندنا اماكن جميله وفرصه، والله احنا مش هنعيش بالكورونا، يعني فرصه ان احنا نشوف دلوقتي وبعد كده نطبق وننفذ فعلي ونعمل سياحه داخليه، لان ليها ايجابيات كتيره جدا ولازم نشجعها ونسوقها كمان من خلال السوشيال ميديا بتاعتنا. بشكرك جدا وبشكر وجودك معانا الاستاذ بسام الشماعي المرشد السياحي وعضو اتحاد الكتاب. نهارك ابيض يا رب. نهارك زي الفل.